السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب الصف الأول الثانوي، معكم مستر محمد منصور من قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المنهج ونحل الدرس الأول، احنا شرحناه على حصتين، النهاردة إن شاء الله بقى نحل الدرس مع بعض. أنا اللي يهمني أسئلة الأوبن بوك اللي احنا هنحلها مع بعض. تعال نشوف أسئلة الاختيار مع بعض. الشكل البياني المقابل يعبر عن تأثير درجة الحرارة على نشاط أحد إنزيمات الهضم في الإنسان، ويعبر عن التكامل بين علم الكيمياء وعلم النحت. قال لي إيه؟ ببص ألاقي قال لي إنزيمات، قال لي إنزيمات، وإحنا بنشرح قلنا الإنزيمات تبع البيولوجي لأنها تتم التفاعلات داخل جسم الإنسان، وهي إنزيمات تكون داخل جسم الإنسان تساعد على هضم الطعام، فطبعا يبقى التكامل ما بين الكيمياء والبيولوجي. معايا يا شباب؟ العلم الذي يهتم بدراسة عملية تحول الماء السائل إلى بخار ماء والعكس، يعني بيحول الماء السائلة إلى بخار ماء والعكس للحفاظ على اتزان الطبيعة، هو علم ايه؟ تعالى هنشوف مع بعض. قلنا الفيزياء هي التي تهتم بخواص المادة، خواص المادة بقى سواء كانت بقى الحالة بتاعتها سائلة او غازية او صلبة، فده طبعا من اهمية الفيزياء. وقلنا اتزان الطبيعة يهتم عملية التحول بقى، واتزان الطبيعة طبعا يبقى كيمياء فيزيائي، عشان التكامل ما بين الفيزياء والكيمياء والكيمياء الفيزيائي. رقم 3، كثيرا من الدهانات شبه الصلبة تحدث لها إسالة بتأثير قوة الحركة التي تحدثها الفرشاة المستخدمة في الدهانات. الفقرة السابقة تعبر عن وجه من أوجه التكامل بين علم الكيمياء وعلم النحت. قال لي بوش شبه الصلبة تحدث لها تأثير قوة الحركة، واحنا قلنا قوة الحركة تبع مين؟ الفيزياء، فيبقى تكامل ما بين علم الكيمياء وعلم الفيزياء. خلي بالك انا دلوقتي كل دلوقتي بحل، انا ما بستبعدش، اللي انا بقدر اطلع الاجابة من السؤال بكلمة بكلمة. رقم 4، الشكل المقابل يمثل الدورة الدموية في جسم الانسان، ويتضح منها وقود تكامل ما بين علوم نقط. والله انت شايف ادي الرئة والقلب والكلام ده كله، فطبعا كله هيقول لي ده هيبقى طبعا طب، كله هيقول لي ده الطب، فطبعا انت عندك الصيدلة ملهاش دعوة، ما بستخدمش الصيدلة، فهل ده كيمياء وطب بس ولا كيمياء وطب وفيزياء؟ فهيقول لي كتير، هيقول لي كيمياء وطب، اللي ما شافش الجاذبيه الارضيه، واحنا قلنا واحنا برضو بنحل مثال في الدرس ان قلنا الجاذبيه الارضيه هي ظاهره من ظواهر الطبيعه، فطبعا ديت فيزياء، فيبقى الكيمياء والطب والفيزياء، عشان عكس الجاذبيه الارضيه دي اخترت الفيزياء. ماشي كده يا شباب؟ بعد كده نشوف السؤال رقم 5، تتفاعل اليوريا اللي هي NH2 by 2 CO مع غاز الأكسجين O2 مكونة غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 والنيتروجين N2 وماء، ويكون الحجم الكلي للغازات الناتجة أكبر من حجم المتفاعلات في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، ما العلم المهتم بدراسة هذه التفاعلات؟ طبعا احنا لو بصينا بيقولك ايه، الحجم الكلي للغازات يعني كمية الغازات، وقلنا مين اللي بيتكلم على الحجم والكمية والكلام ده كله؟ طبعا هو علم الفيزياء، فبالتالي هتبقى الكيمياء الفيزيائي. رقم 6، ما علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة عمليات الفصل والتعرف على مكونات المادة من حيث النوعية والكمية؟ اللي بيهتم بدراسة مكونات المادة، هل كيمياء عضوية؟ لا طبعا، الكيمياء العضوية تهتم بدراسة مركبات عنصر الكربون. هل كيمياء بيئية؟ دي بتهتم بالبيئة. هل كيمياء حيوية؟ دي تفاعلات داخل جسم الإنسان، هيبقى ناقص مين؟ كيمياء تحليلية، وطبعا من اسمها مفروض معرفة تعرف على مكونات المادة، يعني بتحلل المادة، يعني بتحلل المادة. ماشي. بعد كده رقم 7،
المهندسون الكيميائيون يعملون بمصانع جديدة تشمل شركات لإنتاج كل مما يلي: مهندسين كيمياء بيعملوا في شركة بيشتغلوا يعني بينتجوا ده كله ما عدا حاجة واحدة. هل هينتجوا الفلزات؟ طبعا كيميائيين هينتجوا الفلزات. مستحضرات تجميل كلها من الكيمياء. الكاوتش كله برضو كيمياء. هيبقى ناقص مين؟ البذور. هل هم يقدروا اللي هم ينتجوا البذور الكيمياء؟ لا طبعا ما يقدروش اللي هم ينتجوا البذور، يبقى عدا مين؟ البذور. بعد كده السؤال الثامن: غطى احد المعلمين تدريج ترمومتر زئبقي لاختبار قدرة احد طلابه على قياس درجة غليان سائل مجهول. اي ما يعبر عن درجة غليان السائل، علما بان درجة غليانه اقل من درجة غليان المية. يعني درجة غليانه اقل من درجة غليان المية. المية بتغلي عن 100 درجة مئوية، بمعنى ان ما ينفعش يبقى ولا 104 ولا 105، الاتنين غلط. هل هو 75.5 ولا 84.5؟ كلام ده كبير، ازاي هعرفه؟ قال لي بص، اول حاجة هنقول مثلا ان دي رقم 80 ودي رقم 90، لان 84 ما بين 80 وما بين 90، فهنقول ان دي 80 ودي كام؟ 90. تعال نعد، ادي 81 82 83 84 85.5، ينفع؟ لا، دي 84 المفروض تبقى هنا، فدي غلط. كله يقول لي نختار رقم ايه؟ تعال نتأكد. هنقول ان دي 70 ودي 80، علما لان 75 ما بين 70 و80. تعال نعد، 71 72 73 74 75 وايه ونص، ما هو ده النص، 75.5، فتبقى رقم ايه معايا كده شباب؟ بالراحة وبالهداوة المسائل بتتحل معايا، اقراها صح وافهم السؤال عاوز ايه بالظبط. بعد كده السؤال رقم 9: اي مما ياتي لا يعتبر صحيحا بالنسبة لأهمية القياس، مش صح. تعال نشوفهم كده. المراقبة تحديد، هل المراقبة بتحدد لي جرعات الاسبرين المناسبة لسن الأطفال؟ هل المراقبة بتعمل كده؟ لا طبعا. هي مال المراقبة؟ طب ما الطفل ما ياخد ولا ما ياخدش، يا المراقبة هتعمل له حاجة؟ المراقبة تقول لك ان الاسبرين ده صالح ولا مش صالح، فده طبعا لا يعتبر صحيحا، فدي صح، بس لازم نتأكد من الباقي. هل الحماية الصحية هي اللي بتراقب نسبة سكر الجلوكوز في دم المريض بالسكر؟ اي طبعا، هو اللي بتعرفني هي اما بعمل نسبة سكر الجلوكوز قد ايه، دي من الحماية الصحية، واللي كان لسه مقايم بيها مبادرة الرئيس السيسي. الاختبار تركيب مكونات اللبن في احد العبوات، طبعا انا بختبر طبعا اللبن في العبوات عشان اعرف مدى المراقبة بتاعته صحيحة ولا لا. التدخل إضافة مادة قاعدية إلى التربة مرتفعة الحموضة، طبعا أنا بتدخل وبضيف مادة قاعدية عشان التربة تبقى متعادلة، فيبقى اللي هو مش صح هو رقم ألف، لازم نشوف لا يعتبر صحيحا فيبقى رقم ألف. بعد كده السؤال رقم 10: الجدولين المقابلين يمثلا ملصقين يعبرا عن المعلومات الغذائية لنوعين من المعلبات، أي مما يأتي يعبر عن المعلب الذي يحتوي على أقل نسبة مئوية من المعادن وكم تساوي هذه النسبة؟ خلي بالك نشوف مين المعادن الأول: دهون مش معادن، سكريات مش معادن، بروتين مش معادن، فيتامين مش معادن، حديد هو اللي معدن، الفيتامين قلنا كل الفيتامينات مش معادن، المغنيسيوم معدن، والزنك ماله؟ معدن. فبالتالي انا معايا يا اما حديد يا اما مغنيسيوم يا اما زنك، هنشوف بتاعتهم قد ايه، مين اللي هو اقل. تعال نشوف كده مع بعض: هل الحديد 55%، المغنيسيوم 22%، الزنك 28%، الحديد 14%، المغنيسيوم 0%، الزنك 14%، فطبعا الاقل هو ب او رقم 2، فيبقى رقم ألف غلط اللي هو رقم 1 ورقم ب غلط. طب هل نسبته 16 ولا 28؟ 14 و14 28، فيبقى رقم
دال اللي هو 28. ماشي كده يا شباب. الأول أنا شفت مين المعلب اللي هو فيه أقل يعني نسبة مئوية من المعادن، وبعد كده جمعت النسبة بتاعته عشان أعرف النسبة المئوية بتاعته قد إيه. بعد كده السؤال رقم 11، الجدول الآتي يوضح المكونات الغذائية في 4 وجبات كتلة كل منها 100 جرام. الوجبة الأولى والتانية والتالتة والرابعة. يقول لك مين هي الأكثر فاعلية في زيادة الوزن؟ الأكثر فعالية في زيادة الوزن. زيادة الوزن يبقى أنا عندي دهون وكربوهيدرات وسكريات، دول اللي بيعملوا لي الزيادة في الوزن، دول اللي بيعملوا الزيادة في الوزن. فهعمل إيه؟ هجمع كل واحدة الدهون بتاعتها والكربوهيدرات بتاعتها والسكريات، والنسبة الأكبر يبقى هي الزيادة في الوزن. تعالى نجمع النسبة الأولى، 7.5 + 62.5 + 3.1 هتديني 73.1. التانية 2.5 + 48.12 تديني 62.8. الدالتة تديني 76.9. الرابعة تديني 64.5. مين هي الأكثر فاعلية؟ طبعا هتبقى نمبر سي، رقم سي. ماشي كده يا شباب. ده السؤال رقم 11. بعد كده نشوف السؤال رقم 12، بيقول لك الجدول الآتي يوضح المتوسط اليومي لكل كتل المكونات الغذائية في الوجبة التي يحصل عليها كل من الأفراد A و B و C و D. أي من هؤلاء الأفراد يعاني من الأنيميا؟ الأنيميا يبقى عنده نقص في الحديد، أنيميا يبقى عنده نقص في الحديد. مين هنا اللي عنده نقص في الحديد؟ رقم B، فتبقى B. شايف الأسئلة؟ أسئلة مدى سهولتها بيساوي مدى الصعوبة بتاعتها، فيها مفتاح، فكيت المفتاح خلاص السؤال بقى في جيبك. فنركز كويس قوي ان احنا ازاي نفك السؤال. رقم 13، تناول احد الافراد المصابين بمرض السكر وجبة الافطار مكونة من نص رغيف عيش بلدي، 200 جرام بطاطس، 4 معالق فول وتفاح. فإذا علمت أنه يلزم الحقن بوحدتي أنسولين لكل وحدة نشا، يعني كل وحدة نشا عاوز كم أنسولين؟ 2 في الوجبة الواحدة. ما عدد وحدات الأنسولين؟ طب أنا هعرف النشا منين؟ مديها لك أهو، قال لك وحدة النشا كل ربع رغيف له وحدة نشا، وكل 100 جرام له وحدة نشا بطاطس، وكل 4 معالق فول له وحدة نشا، وكل تفاحة لها معلقة نشا. أنا عندي كام رغيف؟ نص رغيف. نص رغيف يعني 2 نشا، لان الربع بواحدة يبقى النص باتنين. 200 جرام بطاطس، انا عندي 100 جرام بواحدة، الميتين يبقى بكام؟ باتنين. 4 معالق فول بواحدة، والواحدة تفاحة بواحدة، هلاقي هجمع 2 و2 و1 و1 يبقى 6، دول 6 وحدات نشا. انا عاوز امالهم انسولين، يعني هضربها في كام؟ في 2، يبقى 6 × 2 بكام؟ ب12 وحدة انسولين او انسولين. معايا كده يا شباب؟ بعد كده السؤال رقم 14، في الشكل المقابل تم صب خليط من الماء والرمل في قمع به ورقة ترشيح لقياس حجم الماء في الخليط. اي من الادوات الاتية يمكن استخدامها بدلا من الكأس الزجاجية عشان اقيس حجم الماء بدقة؟ مين اللي بيقيس حجم المية بدقة؟ طبعا المخبار المدرج اللي هو رقم الف. ماشي كده يا شباب. بعد كده رقم 15، ما حجم السائل في المخبار المدرج الموضح بالشكل المقابل؟ ايه هو حجم السائل اللي قدامي ده؟ لازم يا شباب تكون عارف. خلي بالك هو واقف عند، في ناس كتير تقول لي واقف هنا، لا ده انا هقولك هو واقف هنا. واقف فين هنا؟ اللي هو عند اقل حاجة اللي هو ايه؟ القاع بتاعه. القاع بتاعه. تعالى نعد بقى، 5 ، 1 ، 10 ، 2 ، 10 ، 3 ، 10 ، 4 ، 10 ، 5 ، 10 ، 6 ، 10 ، و7 ، 10. بقى 5 و7 ، 10. خلي بالك انا باخد منين؟ من قراية النظر اللي هو اللي تحت، مش من اللي فوق، اللي هو القراية الايه؟ من اللي تحت. خلي بالك من الحتة دي. رقم 16، ألقيت كرتين متماثلتين تماما في الماء الموجود في المبار المدرج شكل واحد اللي هو الشكل ده، فارتفع مستوى سطح الماء فيه كما بالشكل 2، ما حجم الكرة الواحدة؟ خلي بالك
هو اترمت هنا كان عند 40، اترمت هنا بقى عند كام؟ عند ده. طب دي كام؟ ادي 1 2 3 4 5، يعني كانت بقيت عند 45، بقيت عند 45. 40 ناقص 45 يبقى حجم الكورتين كام؟ 5. هتقسمه مع كام؟ على الاتنين، فيها الاتنين ونص. معايا يا شباب؟ دي والله مسألة رابعة ابتدائي. شوف أنا بحلف والله، دي مسألة رابعة ابتدائي. خلي بالك ممكن ما يقولش كورتين، ممكن يقولك 5 كرات، ممكن يقولك 6 كرات. هتقسم على العدد بتاعه، هتقسم على العدد بتاعه. ماشي كده يا شباب؟ تعال نشوف السؤال رقم 17. عند نقل الكرة من المدرج 1 إلى المدرج 2، قل تدريج مستوى الماء في المقبار المدرج بمقدار 10 ملي، ما مقدار الزيادة في تدريج مستوى الماء في المقبار المدرج الثاني؟ ففي طبعا ناس كتير هتقول لي اللي هو يا مستر هيقل قد ايه وهيزيد قد ايه. خلي بالك هو قال لك هنا ان قل التدريج في الميه بمستوى 10، فهيزيد الناحيه بمستوى 10 لان الكره حجمها ثابت مش بيتغير. معايا يا شباب؟ الكره ثابته ما بتتغيرش، هتقل هنا 10 وهتزيد هنا 10. ماشي كده؟ رقم 18. شكل مقابل يمثل مقطع من سحاحة ومقبار مدرج بدون ترتيب أو مراعاة لقطر كل منهم، أي مما يأتي يعبر عن القراءة الصحيحة لكل منهما. تعال نشوف فين المقبار وفين السحاحة. يعني أنا هنا ده طبعا هو المقبار المدرج عشان طالع من أسفل لأعلى، ودي هي السحاحة عشان طالعة من أعلى لإيه؟ لأسفل. طب ماشي، قراءة السحاحة كام وقراءة المقبار كام؟ خلي بالك قراءة السحاحة يعني ما بين 27 و28، فيبقى رقم أ غلط معايا كده تمام. والمقبار المدرج ما بين 40 و50، يعني احنا كده واقفين ان رقم أ غلط. هل هي ب ولا ج ولا د؟ تعال نشوف قراءة السحاحة. قراءة السحاحة كام؟ خلي بالك نشوف قراءة السحاحة كام. 27، 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 27.5، 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10. يبقى قراءة السحاحة 27 و8 من 10. خلي بالك أنا بقرأ من فوق لتحت مش من تحت لفوق، فطبعا رقم د تبقى غلط، فهي 27 و8 من 10. تعال نشوف قراءة المغبار. خلي بالك قراءة المغبار الوحدة الشرطة معمولة باتنين مش بواحد. ليه؟ لو بصيت من 40 ل50 هتلاقي الفرق ما بينهم 5 شرط، يعني الوحدة باتنين، الوحدة مش بواحد، الوحدة باتنين. عرفت منين؟ من التدريج. عرفت منين؟ من التدريج. يعني هنا ما بين 27 و28 10 شرط، هنا ما بينهم 5 شرط وليس 10، فيبقى الوحدة باتنين، يبقى 42 44، يبقى الرقم الصحيح عندي رقم ب. معايا يا شباب؟ كلكم كنتوا هتغلطوا تعملوها 42، فلازم نركز فيها كويس جدا. سؤال رقم 19. ما الأداة المستخدمة في تحضير محلول هيدروكسيد البوتاسيوم لاستخدامه في عملية تعيين تركيز محلول لحمض الكبريتيك؟ أنا عاوز أحضر. كنا بنقول في التحضير الدقيق بستخدم الدورق العياري، في التحضير الدقيق بستخدم الدورق العياري. رقم 20. الأشكال الآتية لأربع أدوات تستخدم في القياس، هيدي لك 4 أشكال ويقول لك ده بيستخدم في قياس إيه. تعال نسمي الأشكال دي السحاحة، دي أقرب للمسطرة شوية لأن الشكل حاجة أنتوا عندكوا، فأقرب للمسطرة اللي أنتوا تعرفوه. ده مخبار مدرج ودي مص. تعال نشوف. رقم 1. هل السحاحة 16 سنتيمتر مكعب من حمض يلزم إضافته إلى قالب في عملية المعايرة؟ هل السحاحة بتستخدم في عملية المعايرة؟ يبقى رقم 1 ممكن نقولها اللي هي صح لحد ما نشوف الباقيين. المسطرة بتستخدم في حمض يلزم إضافته إلى كربونات الكالسيوم في أحد التجارب؟ هي أصلا بتقيس حمض؟ لا، ده بتقيس مادة صلبة مش مادة سائلة، فطبعا دي طبعا تبقى إيه؟ غلط. معايا كده؟ رقم 3. المخبار المدرج يستخدم من غاز 75% سنتيمتر مكعب من غاز ناتج من تفاعل انحلال حراري، هل انا اقيس بحاجات كده؟ لا طبعا برضو ما بيستخدمش في الحاجات دي. رقم
المصة 20 سنتيمتر مكعب من قارة يلثم إضافته يستخدم في عملية المعايرة؟ لا طبعا مبيستخدمش في عملية المعايرة. فطبعا الاختيار الصحيح هو مين؟ هو رقم ألف. ماشي كده يا شباب. بعد كده السؤال رقم 21، استخدمت الأداة إكس في نقل محلولين مختلفين إلى الأداة واي والتي تحتوي على محلولين آخرين مختلفين، فتكون في إحداهما راسب ولم يتكون في الآخر كما يتضح بالشكل المقابل. ماذا تعتقد بالنسبة لخواص المحلولين المنقولين بواسطة الأداة إكس وبالنسبة لأهمية الأداة واي؟ المحلولين المنقولين بواسطة الأداة إكس هل هم آمنين ولا غير آمنين؟ أنا عندي المصة مستخدمة أداة شفط، ودي كانت بتستخدم في الأدوات شديدة الخطورة، كانت بتستخدم في الأدوات شديدة الخطورة، يعني غير آمنين، يبقى المحلولين لازم يكونوا غير آمنين، فرقم أ غلط ورقم ب غلط. هل ج ولا د؟ هل المصة بتستخدم في خلط المحاليل ولا قياس الحجوم؟ طبعا بتستخدم في خلط المحاليل، أداة شفط دي بتستخدم في خلط المحاليل، أما المدرجة هي بتستخدم في قياس الحجوم، فطبعا هتبقى في خلط المحاليل هتبقى رقم د. ماشي، هتبقى رقم إيه؟ رقم د. بعد كده رقم 22، يستخدم الجهاز الموضح بالشكل التالي في تحضير غاز أو الأكسيد الكربون CO في المعمل. مديني الأداة هوت A و B و C، ونختار منها أ ولا ب ولا ج ولا د. تعال نشوف مع بعض، نشوف مين الأدوات الأول. رقم A دي هي الدورك المستدير، رقم B الدورك المخروطي، رقم C المخبار المدرج. تعال نشوف مع بعض الأداة إيه. هل هو ذو ساعة محددة؟ هل الدورك المستدير بيبقى ذو ساعة محددة؟ أي طبعا بيبقى ذو ساعة محددة. هل الدورك المخروطي بيبقى مدرج من أعلى إلى أسفل؟ لا، هو مدرج بس من أسفل لأعلى وليس من أعلى إلى أسفل، تبقى غلط. هل يصنع من الزجاج أو البلاستيك المخبر؟ آه بيصنع. يعني متخيل لو انت ما خدتش بالك من دي كنت هتختار رقم أ وانت مغمض؟ طبعا الإجابة بتاعتك كانت هتبقى إكس. نيجي نشوف رقم ب، هل ده بيبقى مدرج؟ لا، هو ذو ساعة محددة بس عمره بيبقى مدرج المستدير. هل بيستخدم في قياس الحجوم بدقة عالية؟ الأداة ب الدورك المخروطي في قياس حجوم السوائل بدقة؟ لا، هو بيستخدم في قياسه بس مش بدقة قوي، يعني هو بيستخدم في قياسها عادي. هل بيستخدم في تقدير الأداة C حجم جسم صلب لا يذوب في الماء؟ اه. هل يصنع من البايركس الدورك؟ اه. هل الدورك المخروطي بيبقى ذو ساعة محددة؟ اه، قلنا منه مدرج ومنه ذو ساعة محددة. هل المخبار مدرج من أسفل لأعلى؟ اه. فرقم ج لحد دلوقتي معانا هي اللي صح. هل الدرك المستدير بيستخدم في عمليات المعايرة؟ لا، فمش محتاجة جمع، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. شفتوا يا شباب الأسئلة سهلة وفي نفس الوقت صعبة، لازم تعرف تحل كتير، لازم تتعود تحل. رقم 23، أراد أحد الطلاب إجراء تجربة يتم فيها قياس الزمن اللازم لذوبان 2 جرام من المغنيسيوم تماما في 100 ملي لتر من حمض الهيدروكلوريك، إيه هي الأدوات اللي هو عاوزها علشان يجري هذه التجربة؟ أول حاجة لازم طبعا يكون معاه ساعة إيقاف عشان يقيس الزمن اللازم، 2 جرام يكون معاه ميزان، يبقى معاه مخبار، معاه ساعة، ومعاه ايه؟ ومعاه ميزان، وعلشان يقيس الحجم عاوز مخبار مدرج، يبقى لازم يكون معاه ساعة ومخبار وميزان. طب ما تيجي نشوف، هل لازم ترمومتر؟ لا، يبقى رقم ب غلط. فين هنا المخبار؟ غلط. فين هنا الميزان؟ هي هتلاقيها رقم أ اللي فيها الحاجات اللي احنا عاوزين عشان نعمل التجربة الحلوة بتاعتنا. رقم 24، قام أحد الطلاب بإجراء تجربة لقياس مقدار التغير في درجة الحرارة عند إضافة 25 ملل من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عدة أحجام مختلفة من محلول هيدروكسيد الصوديوم. أي من الأدوات الآتية لن يحتاجها الطالب أثناء إجراء التجربة؟ طبعا هو يحتاج المصة ويحتاج
اللي هي السحاحة، دي السحاحة، ويحتاج المصة ودي المصة. طبعا هو مش هيحتاج الميزان في حاجة، الحاجة اللي هو مش هيحتاجها هي الميزان. ماشي كده يا شباب، او دي ساعة ايقاف او ميزان، المهم اللي هو مش هيحتاجها دي خالص. رقم 25، تم اختبار 5 محاليل مختلفة بشرائد البي اتش الورقية فتلونت بألوان الموضحة بالجدول المقابل، ما زوج المحاليل الحمضية؟ احنا قلنا الحمضية بيبقى اقل من 7، يبقى اقل من 7، يعني اللي هو رقم 1 ورقم 3، فيبقى A و B، يبقى A و B. لدي زجاجتان احداهما لحمض والاخرى لقلوي، يراد التعرف عليهما قبل اجراء تجربة العملية المعايرة، ما الادوات المطلوب توفرها لاجراء هذه التجربة؟ طبعا انا عشان اعمل عملية المعايرة لازم يكون معايا مصة، فاي حاجة ما فيهاش مصة مش معايا، كلهم فيهم مصة. لازم يكون معايا سحاح، الاربعة فيهم سحاح. لازم يكون معايا دورق، هل بقى دورق ايه؟ احنا قلنا اللي بيستخدم في عملية المعايرة دورق مخروطي، فطبعا الدورق المخروطي اشوفه، هنا مفيش دورق مخروطي، هنا مفيش دورق مخروطي، هنا مفيش دورق مخروطي، فتبقى رقم ألف، تبقى رقم ألف. طبعا لازم جهاز البي اتش الرقمي طبعا علشان اقدر اقيس. ماشي كده يا شباب. بعد كده الأسئلة المقالية، الشكل التالي يمثل دورة حياة الجراد، ما العلم المختص بدراسة آلية وضع البيض عند أنثى الجراد؟ إيه هو العلم المختص اللي البيض بتاع الجراد اللي يعتبر دورة حياة الجراد؟ طبعا العلم المختص بالحيوانات هو علم البيولوجي. ما دور علم الكيمياء في حماية المحاصيل الزراعية من خطر الجراد؟ طبعا إن أنا أنتج المبيدات الحشرية اللازمة علشان أقضي على الجراد عشان ما يبوظش الزرع بتاعي. عبوة عن أحد المنتجات الغذائية حجمها 128 مللي لتر، عليها الملصق القابل، ما أهمية وجود مثل هذه الملصقات على كل المنتجات الغذائية؟ طبعا عشان أتعرف على المكونات كما وكيفا، وخاصة الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي محدد عشان يعرفوا هما بياكلوا ايه بالظبط. هل تتوقع أن تكون هذه العبوة مخصصة لتغذية رجل نحيف ولا رجل بدين؟ انت فكرك ايه؟ هل ديت لرجل نحيف ام لرجل بدين؟ انا هعرفها من كمية الدهون بتاعته والبروتينات. خلي بالك دهونه ايه؟ صفر، الدهون بتاعت العبوة صفر، يعني هو عاوز يخس، يبقى دي الرجل بدين، يبقى دي الرجل بدين. طب ليه بالتفسير؟ اقول عشان السعرات الحرارية بتاعته منخفضة جدا، ودي انا بعرفها من الدهون والبروتينات. ماشي كده يا شباب. وكمان السعرات الحرارية بيقول لك هنا من 150 ل 180، هو واخد اقل حاجة اللي هي كام؟ 150، فبرضو عاوز يخس. ماشي كده يا شباب. بعد كده السؤال رقم 29، أدرس الأدوات الثلاثة الموضحة بالشكل المقابل ثم أجب عما يلي، ما الفرق بين الأداة 1 والأداة 2؟ تعالى نعرف مين الأداة 1، هي الدورق العياري، التانية الدورق المخروطي، التالتة السحاح. الفرق ما بين الدورق العياري والدورق المخروطي، الدورق العياري بيبقى ساعة محددة، أما الدورق المخروطي بيبقى مدرج من أسفل إلى أعلى. معايا كده يا شباب؟ طب ايه اللي بيختلف المصة عن السحاحة؟ اللي بيختلف المصة عن السحاحة اوجه الاختلاف والشبه، اوجه الاختلاف ان المصة في منها مدرج وبعضها مش محدد الساعة مش مدرج، اما السحاحة لازم تكون مدرجة من اعلى الى اسفل، اما المصة بتبقى مدرجة برضو من اسفل الى ايه؟ الى اعلى. طب ايه اوجه التشابه؟ اوجه التشابه الاتنين بيستخدموا في قياس حجوم السوائل بدقة، في قياس حجوم السوائل بدقة. السؤال رقم 30، آخر سؤال معايا، استخدم الجهاز الموضح بالشكل المقابل في قياس حموضة أو قاعدية التربة، إيه نوع التربة؟ خلي بالك التربة دي نوعها إيه؟ حامضية. ليه؟ علشان بتاع المؤشر واقف عند 3 و، يعني أقل من 7، لسه ما وصلش للسبعة، فالتربة طبعا بتبقى حامضية عشان قيمة البي اتش أقل من 7. إزاي نعالج التربة دي؟ طبعا حامضية نحط لها مادة قاعدية عشان نقدر نعالجها وتبقى متعادلة. كده يا شباب نبقى خلصنا حل الدرس الأول، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في الدرس التاني مع بعض، وزي ما خدنا الدرس الأول هنشرحه وبعد كده نحله، وأشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.